استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت الدولي، صباح الخير. نوري هلا. يعطيك العافيه. هلا ليك، امبارح كان في نهفه قلت لهم بخبرها اليوم بس محيطه بالغلط، يا ريت هذا الشخص اللي ودي لي اياها هي مكتوبه كتابه بيرجع برد لي اياها هلا حتى نعوضها، او ضلك عم تحضرنا للاخر اليوم ما في الا مقوله. اوعى تقول لي انقطعت. ايه انقطعت. لا ولا وحده. ولا وحده. سيصرنا هلا بشوف هو عم يحكي وبتطلع الصور. استاذ محمد، تأسنا للساعات المقبله، هل هناك من امطار متفرقه او شامله؟ لا لازم تكون هي شامله بس تاخرت الامطار، في عندنا شويه امطار بالمناطق الشماليه بصوره الرادار مبينين هلا بنشوفهم. مطرونا كثير على مفرق دارينا يعني. اتجاه الهواء ما كان مساعد، هلا اتجاه الهواء صار جنوبي غربي والرطوبه ارتفعت ل 90%، كان مفترض من الفجر يكون عندنا امطار، السبب هو هيدي الكتل نسبيا بارده النازله علينا، الاتجاه انحرف شوي صوب مصر بس حيضل يعطينا امطار. نعم. بس مش بالكميه اللي كنا متوقعينها. نعم. هلا بالنسبه لطقسنا اليوم بلش غائم كليا، عندنا انخفاض بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات، الامطار بلشت بالمناطق الشماليه من فتره الفجر بس بعدها بشكل خفيف، حتكون متفرقه بتشتد احيانا مع حدوث برق وراد. نعم. ورياح ناشطه، اليوم الهواء ممكن بحدود بحده الاكثر 45 كيلومتر بالساعه. بالنسبة لبكرة غائم جزئيا، ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار بالفترة الصباحية، وخلال النهار بلش يتحسن الطقس. أما التنين فغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يسرى بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. بالنسبة اليوم درجات الحرارة بين 13 وال 21 درجة على الساحل، هون عم نشوف الأمطار تقريبا فترة بعض الظهر بتكون شاملة. نعم. لكل لبنان. على الجبال من 8 ل 17، المناطق الداخليه من 8 درجات ل 19 درجه. الهواء مثل ما حكينا بين ال 20 وال 45 كيلومتر بالساعه، جنوبي غربي ناشط، الرطوبه بين ال 60 وال 90%، ببيروت هلا هي 90%، الحراره 18، الحراره بعد شوي مرتفعه ببيروت. رح تنزل بس حتنزل. بالنسبه للضغط الجوي 1009 هكتو باسكال، وحال البحر عم بيكون مائج، حرارة سطح الماء 19 درجة. ساعة شروق الشمس 5:58 دقيقة، والغروب الساعة 7:15 دقيقة، وهون بصورة الرادار هودي الغيوم الركامية عم يعطوا أمطار بهيدي المناطق. نعم. بيروت مثل ما شايفين بعد ما في غيوم متجهة صوب. نعم. هيدا كل شيء. خليك معنا، يعني دائما الواحد بس يتكل على ربه بيتحقق كل شيء، كل المعجزات بتصير. دغري وصلت بس قلت له ردوها، بدي اقول ميرسي لاستاذ انطوان جمهوري. الابن عم يحكي مع امه قال لها ماما، قلت له نعم حبيبي، قال لها جيبي لي خي، قلت له يا حبيبي بس يجي بيك من السفر، قال لها ماما الله يخليكي خلينا نعمل له اياها مفاجاه قبل ما يجي. شكرا لك استاذ محمد، شكرا لكل العاملين بمصلحه الارصاد الجويه بإدارة الطيران المدني في مطار بيروت. وإلى نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني، صباح الخير استاذ نبيل. بونجور، صباح النور، يعطيكم العافيه. وانت كمان احصاءاتكم او عملياتكم بالساعات الماضيه. بالنسبه